من بعد 30 أنا اكتشفت هالشي. يعني من قبل ما كنت أبداً مفكرة أمسك ورقة وقلم، بس في تجربة نفسية ضغطتني شوي وقال لي كتير تفاعلي مع العالم وهيك، فبلشت أكتب. البحث عن أمل للمرأة السورية، عنوان ورشة للكتابة القصصية لنساء تبحث عن ذاتها في شتات المغترب. فكان لابد من رحلة للبحث عن أدوات تمكنها من مواجهة تحديات الحياة الجديدة عليها. عشت التفاصيل كتير. نسرين كانت موجودة شوي بالشخصيات، حتى لو كان في شيء ما بيشبهني بس فوتت شوي من أحاسيسي بالموضوع. الورشة وقامتها منظمة لنكن معا لمجموعة من الفتيات السوريات المهتمات بالكتابة في مدينة اسطنبول، لتظهر المرأة السورية بوجه مغاير عما هو متعارف عليه من الصورة النمطية للسوريات داخل هذا البلد المضيف. الفكرة جاءت من خلال العمل مع النساء المهاجرات، حيث ينقلن الأدب والفن عن طريق كلامهن دوما، ولكن دون الانتباه لهذا. لذلك قمنا نحن بتنظيمه ليتحول إلى قصص مكتوبة لإيصال صوتهن كما يجب. كل النساء السوريات عانينا من صدمة الحرب، وقد لاحظنا نحن ذلك، فأردنا العمل على نشر أفكارهن بطريقة أدبية لتحسين الصورة العامة عن المرأة السورية. تجسيد الواقع من خلال الكتابة قد يحتاج القليل من شجاعة المرأة السورية لتكتب عما يدور في خاطرها وتلقيه على الورق دون تردد أو خوف من المستقبل، أو ربما تكون بشكل عام الكتابة رئة ثالثة. تنفس بيعني لي كتير.